إن مديرية مدارس وينسكي شركاء مع بنك الغذاء في فيرمونت لتوفير برنامجين لطلبتنا وعوائلهم. البرنامج الأول يسمى VeggieVanGo. هذا البرنامج يوفر منتجات غذائية طازجة وخضروات لمدرستنا في كل أول وثالث جمعة من كل شهر خلال السنة الدراسية، أي إن من شهر أيلول وحتى شهر حزيران، وكذلك مرة واحدة خلال شهر تموز ومرة واحدة خلال شهر آب. في اليوم المخصص لشاحنة المواد الغذائية للحضور للمدرسة، ستكون هذه الشاحنة معبئة بحاويات كبيرة تحتوي على مختلف الأنواع من الخضروات والفواكه، وكثير من الأحيان نستلم منهم التفاح، اللحانة، البصل والجزر، وبعض الأحيان نستلم مواد أخرى مثل القرع، البطاطا، الخضروات الورقية مثل الكرنب. الحاويات توضع خارج المدرسة إن كان الجو مناسب، وتوضع داخل المدرسة إن كان الجو باردا أو ممطرا. من شهر أيلول سبتمبر وحتى شهر حزيران جون، كل الطلبة والموظفين يأخذون هذه المنتجات أولا، ثم عند الساعة 9:30 وحتى 10:00 صباحا يكون موعد العوائل وأولياء الأمور للحصول على نفس المواد الغذائية. أما بالنسبة للبرنامج الثاني الذي يوفره أيضا بنك الغذاء في فيرمونت، هو برنامج الباكباك، أي برنامج حقيبة الظهر. في هذا البرنامج يجهز الطلبة بحقيبة تحتوي على مواد غذائية معلبة في نهاية كل أسبوع، ويأخذونها معهم للبيت، وهذا يحدث من شهر أكتوبر وحتى شهر مي. إن هذه المواد الغذائية هي علب صغيرة توضع في حقيبة الطالب، وممكن أن تكون علب خضروات أو فواكه مع معلبات الحليب، وممكن أن تكون معلبات لحوم مثل الدجاج والبقر، وكذلك وجبة خفيفة. العائلة من يحدد إذا رغبوا بتسجيل أبنائهم لهذا البرنامج. بإمكانكم الاستفسار عن هذا البرنامج من معلم الصف أو الاتصال بالمترجم الخاص للغتكم.